صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية نستهلها بالشأن الأمني، حيث تمكن أفراد المجموعة الإقليمية لحراس الحدود ببلدية باب العسل الحدودية بتلمسان ليلة أمس من حجز أكثر من 7 قناطير من الكيف المعالج كانت موزعة على 5 أحمرة عبرت الشريط الحدودي من البلد المجاور المغرب، حيث أثر استغلال المصالح للمعلومة مؤكدة مفادها عزم شبكة إجرامية على إغراق السوق الوطنية بالمخدرات، نصبت كمينا أصفر عن حجز البطاقة المذكورة، هذا لا يزال التحقيق متواصلا في القضية للكشف عن عناصر الشبكة. المزيد في ميكروفون فاطمة زرقوال ومحمد معاذ. واستغلالا لمعلومات وردت إلى قائد السرية منذ يومين، تم تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة على كامل القطاع المسؤولية. كان آخرها يوم 28/10/2015 في حدود الساعة 9:29 ليلا، أين قامت دوريتين محموليتين من مقر السرية المستقلة 193 لحراس الحدود بوكانون، الأولى مدعمة بأفراد من السرية 243 للتدخل التابعة للمجموعة 18 للتدخل بتلمسان، والثانية من أفراد السرية بقيادة قائد السرية بحجز كمية من المخدرات الكيف المعالج بوزن قدر ب 750 كيلوغرام على متن 5 أحمرة قادمة من البلد المجاور للمغرب في اتجاه الترابل الوطني عبر الشريط الحدودي لقطاع مسؤولية السرية. إلى موضوع آخر، وفي ظاهرة أصبحت تتكرر في المستشفيات والعيادات، أقدم ليلة أمس شخص مجهول متجج بالأسلحة البيضاء باقتحام عيادة متعددة الخدمات جندورة محمد ببرمادية مدينة غليزان، حيث أحدث خرابا كبيرا بأبواب ونوافذ العيادة، وعلى إثر هذا الاعتداء نظم عمال العيادة ضرابا عن العمل احتجاجا على غياب الأمن، خاصة أنهم ناشدوا مرارا وتكرارا مديرية الصحة بتوفير الأعوان الأمن، خاصة وأن أغلبيتهم يعملون بالعيادة هم ضمن جهاز تشغيل الشباب وعمال متعاقدون. المزيد في ميكروفون حمزة زروكي. الحادث اللي صار البارح لقاه واحد ادماج دا ضربه، هي ايماجيني انضرب وكتله، شي ما عنده حتى حق، راك ادماج خويا. وصلنا واحد الشخص حنا كنا متخيلينه كمريض عادي، واذا به كرفد معاه سيف هددنا كاع، احنا كالطبيبه كالدونتيست كل كاع وصلنا واحد الامور ما تخيلهاش، حتى كاع احنا محتجزين تقريبا نص ساعه احنا في البيرو، هي على جال باش يوصلوا. تعرضنا مع اصدقائي الى اعتداء سافر داخل المؤسسه، واصيبنا بهلع كبير، وان احنا لازم احنا قلت لك رانا في شحال من اللي حلينا رانا نتعرضوا، وهنا هذا المكان برماديه فيها غير مجرمين كاع، لازم احنا يجيبوا لنا الامن والشرطه والامن والسمونه الوضعيه. احنا من سمون احنا رانا كل خطره انت غير صراخ تجي تخدم شغل حنايا كونترا وكاع، مام ومام طور انا نخدموك شغل نخدمو في الليل وكاع، صافي رانا ريسكو بعمرنا، مين تجي هنا تخدم وكاع يصراو لك لي بروبليم هنا، شحال من واحد نضرب هنايا، مانيش باغي خطره تعاود كيما قال. تلفزيون النهار حاول التقرب من مدير العيادة لأخذ انطباعه حول الموضوع، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح. كشف رئيس مصلحة الوقاية من الأمراض الوبائية على مستوى مديرية الصحة لولاية أضرار أنه تم تسجيل حالتي إصابة بداء الملاريا لدى شخصان ينحدران من ولاية أضرار ويمتهنان تجارة مقايضة مع دول الجوار كمالي والنيجر، حيث يتواجدان حاليا على مستوى مصالح مستشفى ابن سينا وهما يخضعان للعلاج تحت الرقابة الطبية. المزيد في ميكروفون يمين بالعلمية. في حالتين مستوردة متواجدة على مستوى مستشفى أضرار، واللي راه متكفل بالعلاج نتاعهم وسيتم تسريحهم قريب، إنها حالات مستوردة وليست بحالات محلية. هذه الحالات تخص تجار مقايضة اللي ينشطوا في تجارة المقايضة بدولة مالي وكذلك دولة النيجر. وفي ذات السياق أكد نفس المتحدث أن مصالحه سجلت منذ بداية السنة وخصوصا خلال شهر أكتوبر 39 حالة إصابة بالملاريا، وتعتبر حالات مستوردة من خارج الوطن قادمة من دول الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن مصالح الصحة اتخذت جملة من التدابير الوقائية قصد التكفل بالمصابين وعلاجهم. بالنسبة لعدد الحالات المسجلة المتعلقة بمرض الملاريا، سجلنا منذ جانفي إلى يومنا هذا 39 حالة كلها مستوردة من طرف الدول المجاورة. أما الحالات المحلية فتوجد 0 حالة. بالنسبة للإجراءات المتخذة للحد من
انتشار هذا المرض على مستوى ولايتنا، أولا قمنا بإعادة تنشيط وهيكلة محطات المراقبة المتواجدة عبر الولاية، كذلك القيام بالكشف المبكر لاكتشاف الحالات إن وجدت على مستوى كل المراكز الصحية. يشهد حمام الصالحين ببلدية الحمى ولاية خنش لأشغال ترميم وإعادة تهيئة كونه من بين أهم المقومات السياحية بالمنطقة، ومن المنتظر أن يستقطب أكبر عدد من السياح بعد انتهاء الأشغال. عمر عبري ووردة قشيش في هذا التقرير. يعد أحد أهم الموارد والفضاءات السياحية ببلدية الحمى ولاية خنشلة حمام الصالحين الذي خصص له مبلغ مالي يزيد عن 15 مليار سنتيم، والذي يتربع عن مساحة تزيد عن 5 كيلومتر مربع وسط طبيعة غابية جبلية تكسوها أشجار البلوط والصنوبر التي أضفت عليه جمالا وروعة. أنا راني في عمري 50 سنة ولد خنشلة، الان هذا هو راح نفتخر بالحمام هذا. فيه الشيء اللي راني نشوف فيه من في الشلابر في لابيسين في الخدمه في الفايرونس يعني في كلش في المجرى نتاع الماء يعني ما عندي ما يعني راه روعه. بعد ان عرف هذا المنتجع السياحي تدهورا فظيعا في نوعيه خدماته وافقدته مكانته السياحيه ما دفع بالسلطات المحليه الى غلقه، ها هو اليوم يشهد انطلاق اشغال ترميم بهدف اعاده تاهيله حتى يصبح واجهه سياحيه بالمنطقه. حمام صالحين كان من قبل في ايادي غير امنه، كانوا هشموه وهملوه وبكينا عليه، والحمد لله وكثر خير المسؤولين يعني اللي هزوا له بعين الاعتبار وقاموا بالترميم تاعو، والحمد لله كما نقولوا الاشغال كانت في احسن حال. اشغالك تشوف يعني ربي يبارك خدمه مليحه، كلشي لي شومبر مام صافي كلشي نتاعو مليح، واش هو واش الشيء اللي النداء نتاعنا احنا اللي كمواطن وكتجار وك اهل المنطقه هذه نطالبوا باش يكملوا لنا الاشغال في اقرب وقت. حمام صالحين الذي كان يقصده المرضى للعلاج بمياهه ذات الخاصيات المعدنية المتعددة، لذا يستوجب على السلطات التدخل لرد الاعتبار لهذا المعلم السياحي. ختام النشر، أخبارنا متواصلة دون انقطاع.